يا نصري أفندي. خير يا أبو فهد. شو هذا اللي عم يصير؟ هلا بتعرفوا يا أبو فهد مين بتكون تعدمه؟ ممنوع حدا يسأل أي سؤال، لأنه هاي الأوامر جاي من فوق. معقول يكونوا مسكوا خاتون وهلا هدمه؟ الله هيك الظاهر يا أبو جبري. الله لا يسمع منكم جاه رب العالمين. شو القصة لك فاروق؟ الله يستر. يوه، شو هالحكي لك أم جبري؟ مين بدهم يعدموا هدول الكلام؟ شو بعرفني؟ عم بيقولوا إنه لاطين لخاتون ويمكن يعدموها. يا لطيف تلطف. لا إن شاء الله لا. إي والله، خلوني روح شوف شو بده يصير. والله ما بعرف شو بدي. رح تبكي ملايتي ملاحقتي. لا يا مويو، شو أخذك؟ أنا ما بدي أشوف هالشوفة. يعني ما فيني ما أروح. يا لطيف يا لطيف. يا مو، عم بيقولوا الدنيا قايمة وقاعدة برا. خير شو في؟ عم بيقولوا بدهم ينصبوا مشنا أبو السوق جاهز بدهم يعدموا خاتم. يا لطيف يا لطيف، الله يستر. يا مو خلينا نطلع نشوف، الله يوفقك. لا يا مو، عندي شغل كتير، وبعدين مالي قلب هالشوفات. وبعدين قامطني قلبي من الصبح، ما بدنا نروح ما بدنا نروح. يا مو الله يوفقك، كل الحارة رايحة، خلينا نطلع نشوف، والله جاي على بالي شوف هالخاتم. روحي مع بيت أبو فهد. طيب يا عمو، بدك شيء؟ لا. يلا بخاطرك. عن إذنك يا خالتي، وين بيت أب تحسين الفواه؟ والله ما بظن تلاقيهم بالبيت، لأنه كل الخلايا رجال ونسوان رايحين على السوق ليشوفوا إعدام خاتون. كتر خيرك. لازم نوصل خبر لأهله لتحسين. إيه لازم. بلكي بيحسنوا يعملوا شيء. كمان يا سمرد. قال يلي بيجرب المجرب بيكون عقله مخرب، انت ما بتعرفي قديش مكيوده. حصبح لازم نضل محتاطين من ناحيتها. انا كمان ما جبت لها سيرة عن اي شيء صار، ولا قلت لها ان الولد بيكون ابن لخاتون. خير ما عملتي يا ام سعيد، خير ما عملتي. بس شلون وصلت لقريتنا؟ شلون شلون يعني؟ ابو جبري وام جبري هن اللي دالينا. ابو جبري؟ بسيطة. بسيطة، حسابه عسير لهذا الوطي. قولي على طولي، رجعت سخنت البنت. يوه الله يستر يا رب، الله يستر. آمين آمين آمين. شوفي عدام خاتون اليوم. Thank you.
جار تحسين تحسين يا رجال بقرار من الحاكم العسكري في الشعب لا دخيل يتم الآن إعدام المجرم تحسين الفوال تحسين وذلك بسبب مجابهته القوات الفرنسية في الشام الحاكم العسكري في الشام لك انت شلون بتقولي لها لامك انه هون بيتنا شلون بتقولي لها والله يا ابن عمي هي قالت لي انه قلبها عم يفور علي كثير عم يفور عليك كثير ليك شحة راحت حملتها بارده سخنه لنعمات كان معي حال لما نبهت عليكي ما غلطت منك السماح ابن عمي غلطت منك السماح شوف يا بنت الحلال اذا عاد تاني مره نبهك على شيء وتقوليه لا تلومي الا حالك بوشك على بيت اهلك ولهون ما عاد في رجع فهمانه حاضر ابن عمي الله يسامحك يا أمي الله يسامحك طمنينا يا أختي شو صار معك إن شاء الله العمر إلكم شو؟ حسبي الله الظاهر أخذ المرض من إمه الله يرحمهم الله يرحمه هذا اللي كاتبه ربك لا إله إلا الله لا إله إلا الله حضرة الشيخ تفضل اه يا امي اه يا امي اه يا امي استغفر الله يا ابني في شي بنفسك حابة تقوله يا ابني اسمعوني يا اهل حارتي اسمعوني يا اهلي وخلاني يشهد علي ربي انه هذا اليوم احلى يوم بحياتي وقسما بالله انا دائما بطلب الشهاده من رب العالمين كرمال الشام وعيون الشام وضراب الشام وربي بعد يصمت عني اياها ولح روح شهيد كرمال الشام ودمي مهر للشام نادر ايه تحسين نادر يا رفيق دربي امانه برقبتك بتسمي ابنك على اسمي ان شاء الله الله سامحني يا ابي يا ربي كل شيء الا تحسين كل شيء الا تحسين الله لا يوفق وانت يا عمو يا ابو كرامه لله لا تقول ما في شي بوشعني بهالدنيا غير دموعي يا ويلي وانت يا ابي ارفع راسك ارفع راسك بين الخلق قول ابني شهيد لا يا اخي ردني انا ولا انت يا اخي يا اخي لا لا تحسين تحسين أمانة برابطكم أمانة برابطكم لا حدا يبكي لك أنا اليوم عريسكم أنا اليوم عريس الشام أولاد دخيل رب الشام يا ولدي
قول وراي يا ابني. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. وأشهد أن محمدا رسول الله. وأشهد أن محمدا رسول الله. يا ابني الشهيد حي عند الله. حي.